بهدف مواكبة النهج العالمي في استخدام مختلف الوسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قرر مجموعة من الشباب تنظيم مبادرة تهدف لترويج ونشر فكرة المدن المستدامة في مصر. قرية سيوة نموذج حي للمدينة المستدامة المتكاملة، والتي تبين كيفية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية. المزيد في تقرير مراسلتنا من القاهرة ياسمين عبد الحليم لنتابع. لامتلاك مصر الكثير من الموارد والثروات الطبيعية الغير مستغلة، والتي تمثل أحد أهم مقومات القوة، وبسبب قلة الاهتمام بالترويج لأنشطة مشروعات التنمية المستدامة، قرر مجموعة من الشباب عمل مبادرة تهدف إلى نشر فكرة المدن المستدامة بمصر، واتخذوا مدينة سيوة مثالا لهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة لتوفير مستقبل أفضل. فكرة اختيارنا المدينة ان هما بيهتموا بالزراعة والصناعة والتصنيع العضوي والحرف اليدوية، وغير ان سيوة اصلا بتميز بمناطق جذب سياحي كتير جدا. سمينا فكرتنا أصلون لأن أصلون يعني مستدام بالأمازيغي، دي لغة أهل سيوة. مدينة سيوة هي واحة مصرية في الصحراء الغربية، ورغم ذلك تنتشر بها المياه العذبة على شكل الآبار والعيون. كما يوجد بسيوة مزرعة النباتات التي تعد محطة بحثية وإرشادية وخدمية، تعمل على تحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، وأيضا يوجد وحدات خاصة بإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي. هو المكان هناك نفسه يمكن من الساعة 7 مثلا يبدأوا يناموا، بيحافظوا جدا على العادات والتقاليد، فإحنا كنا معجبين بأن إزاي مجتمع قادر يحافظ على عاداته وتقاليده، وفي نفس الوقت هو مجتمع منتج، مجتمع عارف مثلا في حقوق المرأة، عارف في كلمة الأهداف التنمية المستدامة وإزاي يطبقها، وأي حد يقدر يكلمك في ده. استفدنا أن إحنا عرفنا الأهداف بشكل عملي بقى، إحنا كنا قبل كده بنعمل سيرش عن يعني إيه أهداف التنمية المستدامة وكده، من بعد ما سافرنا شفنا بقى الحاجات دي بعينينا، فقدرنا ان احنا نعرف لما نيجي هنا تاني ايه الحاجات اللي ناقصه المجتمع ده، ايه الاهداف اللي ناقصاه، طرق التعامل. الناس دي بتعرف تتعامل مع كل انواع البشر تقريبا، سواء ناس متمسكة قوي بعاداتها او لحد الناس الاجانب اللي عايشين في سيوة. يعني المدن المستدامة هي المدن التي صممت لتراعي الاثر البيئي، والتي يحاول شعوبها التقليل من التلوث والنفايات وانتاج الطاقة النظيفة. وبشكل عام فان الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة هو ان تلبي احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الاجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. فكرة التنمية المستدامة قايمة على ان احنا نحافظ على مواردنا عشان نقدر نحافظ عليها للجيل اللي جاي ما نهدرهاش. فاصلا لو عملنا روجنا الفكرة من جيل لجيل، اكيد الجيل بتاعهم هيبقى احسن، هيبقى اقل من الحروب القايمة اصلا اكتر من هي سياسية، قايمة على الاقتصاد وقايمة على مشاكل الفقر والبطالة وغيره، فهم يبقى عندهم مستقبل اقل حروب، يبقى عندهم مستقبل مستدام فعلا. المبادرات التي تهدف الى نشر فكرة التنمية المستدامة خطوة مهمة في طريق استغلال الموارد الطبيعية، مما يوفر مستقبل الأفضل للشعوب يساعدها على العيش بسلام. ياسمين عبد الحليم، قناة اليوم، القاهرة.